أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها كالعادة بالعناوين. مواطن في الشيخ عثمان يبني منزلا وسط الشارع. من صحيفة الأيام، افتتاح مرافق حكومية في أبين بعد خروج سكان عاشوا فيها 7 سنوات. ومن الأخبار المنوعة، الشرطة الهندية تعتقل امرأة انتحلت صفة رجل للحصول على مهر الزواج. ومن أخبارنا المنوعة أيضا، اعتقالات في زيمبابوي بسبب منح شهادة دكتوراه مزورة لزوجة الرئيس. أهلا بكم، والبداية من الخبر الذي لاقى ترحيبا وارتياحا شعبيا في تعز، حيث يعنون الموقع بوست ضبط مسلحين حاولا اغتيال أحد أفراد الشرطة. قال الموقع إن قيادة الشرطة العسكرية بمدينة تعز أعلنت إلقاء القبض على مسلحين اثنين حاولا اغتيال أحد جنود الشرطة العسكرية. وقال مكتب الإعلام في محافظة تعز في بيان له إن قوات الشرطة العسكرية بمدينة تعز تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين بمحاولة اغتيال الجندي محمد عبد القوي سرحان في شارع التحرير الأسفل الاثنين الماضي. وأضاف البيان أن إلقاء القبض على المتهمين المنفذين لعملية الاغتيال تعد أول عملية عسكرية حققتها قوات الشرطة العسكرية منذ عامين. وأكد البيان أنه تم نقل المتهمين بمحاولة اغتيال الجندي إلى السجن، وسيتم التحقيق معهما وإحالتهما للنيابة المختصة لمحاكمتهما وفقا للنظام والقانون. إلى العناوين الرئيسية في صحيفة أخبار اليوم، نبدأها من تصريحات أول رئيس وزراء بعد إعلان الوحدة اليمنية. العطاس يدعو الانتقال إلى احتواء الأصوات التي تغرد خارج سرب المجلس. عنوان ميداني، قوة التحالف تبدأ عملية السيطرة على وادي المسيني في حضرموت. عنوان أيضا من حضرموت، المحافظ البحسني يطلع نائب الرئيس على مستجدات العملية العسكرية بحضرموت. وعنوان من تعز، معارك عنيفة بمحيط جبل هان ومقبنة والميليشيا تقصف قرى سكنية بجبل حبشي. ومن البيضاء أخيرا، مقاتلات التحالف تستهدف تعزيزات عسكرية للحوثيين. الناشطة الحائزة على نوبل للسلام توكل كرمان تكتب منتقدة حالة الصمت التي تسود حيال خروج التحالف العربي عن الهدف الذي جاء لأجله. وأضافت كرمان في مقال بعنوان التحالف يستغل الشرعية. قال تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة إن التحالف انحرف عن أهدافه وأجندته المعلنة وتحول إلى مقسم للبلاد إلى دويلات ومقوض للشرعية. قبل ذلك بيومين قدم هادي في آخر خطاب له بمناسبة ثورة 11 فبراير شكره وامتنانه للتحالف. هادي وشرعيته إذن أصبحت وسيلة وأداة من أدوات التحالف في تنفيذ أجندته غير المشروعة في اليمن، ولا يهم إن كان يلعب هذا الدور طائعا مختارا أو مكرها مغلوبا على أمره. وإذا أصبح هادي يلعب هذا الدور عمليا فقد فقد شرعيته، ولم يعد يمثل الشعب في كل ما يصدر عنه استجابة لمشيئة التحالف وتنفيذا لأوامره، سواء كان يفعل ذلك كما قلنا طوعا أو كرها، فالعبرة بالنتائج لا بمشاعر السخط والرضا لدى من يصنعونها أو يساهمون في صناعتها. وماذا عن الإصلاح وبقية القوى السياسية؟ الإصلاح هو الآخر، أصبح عمليا ولا يهم إن كان مكرها أو مختارا، أداة من أدوات التحالف لتنفيذ أجندته غير المشروعة في اليمن. الفرق بينه وبين الحزام الأمني والمجلس الانتقالي أن الإصلاح يفعل ذلك مكرها وجنبا ومتعذرا، بأن لا طاقة له في رفض مشيئة التحالف والانصياع له، بينما يفعلها الحزام الأمني والمجلس الانتقالي الجنوبي بطيب خاطر. لكن النتيجة واحدة، كلاهما يستخدمه التحالف لتنفيذ أجندته المتمثلة في تفكيك اليمن واحتلاله وبسط سيطرته وهيمنته عليه. ينطبق الأمر ذاته على بقية الأحزاب
وعلى الرئيس والحكومة الذين يصمتون عن انحراف التحالف وينفذون فقط ما يأمرهم به، ويسري الأمر على الصامتين من قادة الجيش الوطني والمقاومة. الصمت في مثل هذه اللحظات خيانة ومشاركة في الجريمة. هذه هي الخلاصة مهما تذرع المتذرعون وتحجج المتحججون. تتابع صحيفة الأيام تطور الأوضاع وإعادة تطبيع الحياة في أبيان بعد سنوات من تعدد المعارك والمتحاربين، وعنونت الصحيفة تأهيل وترميم 15 مرفقا حكوميا بأبيان بعد إخراج مقتحميها. قالت الصحيفة إنه أعيد تأهيل وترميم عديد من المباني والمرافق الحكومية كان الدمار قد لحقها جراء حربين، الأولى ضد القاعدة في العام 2011 والثانية كانت الحرب التي شنها الحوثيون وحلفاؤهم في العام 2015. ومن بين المكاتب المعاد ترميمها مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ومبنى التخطيط والتعاون الدولي ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ومبنى مكتب الوكالة الحكومية للأنباء سبا ومجمع مكاتب الوزارات ومبنى الضرائب ومعسكر النجدة وروضة الأطفال ومرافق أخرى. رئيس لجنة الإنقاذ لأبناء زنجبار العاصمة محمد عوض قال إن جهود لجنة الإنقاذ ومحافظ أبيان ساهمت في إخلاء العديد من المنشآت الحكومية بعد أن حولها مواطنون دمرت منازلهم إلى مساكن بعد أن اقتحموها. وكانت المدينة قد شهدت حفلات توديع لسكان المرافق، كما حصلوا على وعود بحصولهم على أولوية في أي حملات دعم ومساندة لضحايا الحرب. إلى عناوين موقع المصدر أونلاين والذي في إحداها تهريب سجين محكوم بالإعدام من السجن المركزي في ذمار مقابل مبلغ مالي. قال الموقع إن مسؤولا حوثيا في مدينة ذمار أقدم على تهريب سجين محكوم عليه بالإعدام من السجن المركزي بالمدينة مقابل مبلغ مالي. وقالت مصادر محلية بمدينة ذمار للمصدر أونلاين إن مدير المسؤول المعين من قبل جماعة الحوثيين قام بتهريب متهم بالقتل من داخل السجن المركزي بمدينة ذمار مقابل مبالغ مالية كبيرة دفعت له. وأفادت المصادر أنه قام باقتحام السجن برفقة مسلحين تابعين له وأفرجوا بالقوة عن سجين صادر في حقه حكم بالإعدام من محكمة جبن الابتدائية بالضالع في قضية قتل. يذكر أن عملية التهريب هذه لا تعد الأولى، بل سبق وأن قام مسؤولون يتبعون جماعة الحوثيين بتهريب عدد من القتلة بطرق مختلفة، إما مقابل المال أو لاعتبارات عنصرية أو طائفية. عن جيل يصعب الكذب عليه أو خداعه مجددا، كتب فتحي أبو النصر مقاله في يمن مونيتور مضيفا. جيل فبراير، لن يقع هذا الجيل فريسة للكذب الأيديولوجي مرة أخرى. فهذا الجيل هو المتحدث الرسمي باسم المستقبل، يميل إلى استيعاب المتغيرات كما يصر على المحبة والمواطنة والمدنية والشراكة والحق والعقل، بل ها هو ينخرط في الشأن العام بقوة كما له عدة هموم ثقافية واجتماعية تتقاطع بالتأكيد مع مشاريع الكهول المرسخين الراكدين إبداعيا في هذا الجانب. والثابت أن لهذا الجيل دلالته النفسية والأخلاقية أيضا التي مكنته من الإحساس السليم بعدم رعاية الاستبداد أو الارتهان لكل المكرورات التي بلا قيمة مقابل الاحتفاء اللائق بالتغيير ومتطلباته. والمعنى أن موازين القوى في المجتمع اليمني كان لابد أن تتغير لصالح الشباب عموما بصفتهم الطاقة القوية والفاعلة، فيما المهم أن يتجاوز جيل فبراير عوائق التناقضات القليلة التي بينهم فكريا وسياسيا، بحيث يكون تصرفهم وفقا للمعتقد الوطني فقط، مخلصين للشفافية وللشجاعة في جميع ممارساتهم العامرة بإرادة التقدم والتنوير. كذلك فإن الجيل المحمل بالبشارات مرتبط بالامتياز الثوري المجلجل، إذ على الرغم من كل المثبطات والنقائض والتشوهات يبقى باستطاعته جيدا اقتحام معركة إثبات وجوده بجمالية حلمية هي من محاسن الحرية،
التي صنعت حدث الثورة الفارق في حياتنا المعاصرة، وصارت الحرية بسبب الشباب وحدهم من أكثر تمظهرات هذه الثورة انتشارا. ويبدو معروفا وبلا شك أنه الجيل الذي كان منبوذا وقد صار أكثر وثوقا بأحلامه واحتراما لوعيه، الجيل غير المصاب بلوثة التماثل التي أعاقت عديد أجيال عن تجاوز الراسخ المعرفي في المجتمع، الجيل الذي يبدو متطابقا تماما مع هدف اليمن الجديد. يحدث في العاصمة المؤقتة أمور يصعب تصديقها، ومع ذلك تحدث وأمام مرأى الجميع. يقول موقع عدن الغد الذي نشر صورة لغرفة مبنية وسط الشارع تأكيدا لما قاله، معتبرا أنها صورة تختصر حقيقة الوضع في عدن. مواطن في عدن يبني منزله وسط الشارع، قال الموقع: اختصرت صورة نشرها نشطاء محليون الوضع العام بمدينة عدن، وتظهر الصورة قيام مواطن بالبناء وسط الشارع العام بمدينة الشيخ عثمان بعدن. يضيف الموقع: قام المواطن بتشييد محل وسط الشارع العام في حدث هو الأول والأغرب من نوعه في تاريخ المدينة لقرون. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية، بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد إلى صحيفة الشرق الأوسط، والتي عنونت حول الشأن اليمني بتجار صنعاء يحذرون من كارثة بعد إيقاف الحوثيين مرور البضائع. قالت الصحيفة إن الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرفة التجارية في صنعاء حذروا من كارثة وشيكة ستلحق بالمواطن، وذلك بعد أن قامت ميليشيا الحوثي بإنشاء مكاتب رقابة جمركية على الشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من الموانئ البحرية والمنافذ البرية وتحميلها رسوما جمركية جديدة بنسبة 100%. نقلت الصحيفة عن الغرفة التجارية الصناعية اليمنية تنبيهها أن استحداث مثل هذه الإجراءات غير الدستورية ولا القانونية التي فرضتها الميليشيات الحوثية قد يمثل تغييرا في الخطوط الجمركية المحاذية للحدود السياسية للجمهورية اليمنية وتكريس عملية الانفصال بين شطري اليمن. ودعا الاتحاد العام والغرفة التجارية في بيان له الجمعية العمومية للغرفة للانعقاد للنظر في مدى تجاوب ميليشيا الحوثي من عدمه. وبحسب بيان الغرفة التجارية، قامت الدوائر الجمركية الجديدة والمستحدثة في كل من البيضاء وذمار وعمران وصنعاء بإجبار آلاف القاطرات والشاحنات وجميع وسائل النقل التجارية على إعادة كافة الإجراءات الجمركية عليها مرة أخرى وإلزامها بدفع رسوم جديدة بنسبة 100%. 18 قتيلا وجريحا بغارتين للتحالف على الصعدة، عنوان في العربي الجديد قالت في تفاصيله: التحالف استهدف بغارة سيارة لمواطنين في منطقة العقيق بمديرية كتاف في الصعدة، ما أدى إلى مقتل من كانوا على متنها، ثم عاود استهداف المسعفين ليرتفع عدد القتلى والجرحى إلى 18 شخصا كحصيلة أولية، ولم يصدر تعليق فوري من قبل التحالف أو الحكومة اليمنية. وتعد مديرية كتاف من مناطق محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، وتشهد مواجهة متقطعة بالإضافة إلى غارة جوية من قبل التحالف من حين لآخر.
كبير مفاوضي السلام الفلسطينيين والأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات كتب مقالا في نيويورك تايمز عن شريك سلام فقد مصداقيته. وقال عريقات في جزء من المقال الذي ترجمه علاء الدين أبو زينة من صحيفة الغد: عندما قرر الرئيس ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل فإنه وضع الفلسطينيين في موقف مستحيل وانضم إلى إسرائيل في لعبة اللوم، لكن هذا الأمر ليس لعبة بالنسبة لنا، إنه يتعلق بوجودنا نفسه وباحترام القانون الدولي، وتندرج هذه السياسة في مكان بعيد خارج القانون الدولي والإجماع السياسي، وهو ما جعل الولايات المتحدة غير مؤهلة للعب دور الوسيط الوحيد في الشرق الأوسط. كانت فلسطين اختباراً فاشلاً بالنسبة للمجتمع الدولي، وعلى العالم أن يبدأ الآن بمساءلة إسرائيل وتحميلها المسؤولية عندما تنتهك القانون الدولي، وأن يعمد إلى صنع مظلة دولية للمفاوضات. ومنذ إعلان الرئيس ترامب الخاص بالقدس التقينا مع قادة في الدول التي قد تساعد على السعي إلى سلام جديد، روسيا والصين واليابان وجنوب أفريقيا والهند، إلى جانب أعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويوم الثلاثاء المقبل سوف يتحدث الرئيس عباس إلى مجلس الأمن لتقديم رؤية للسلام، ونحن نخطط للتحرك نحو إجراء انتخابات وطنية يمكن أن يشارك فيها كل الفلسطينيين بمن فيهم الذين في الشتات، بهدف تحقيق تمثيل أفضل والمزيد من الدعم للاجئين وتعزيز صمود شعبنا تحت الاحتلال. لقد أعاد الرئيس ترامب للأسباب الخطأ وضع القضية الفلسطينية على الأجندة العالمية، وإذا فتح عجز إدارته عن أن تكون وسيطاً نزيهاً الطريق أمام أطراف أخرى لتصبح وسطاء، فإن فلسطين تستطيع أن تنخرط في مناقشات هادفة حول التوصل إلى سلام عادل ودائم. جولتنا في الصحافة الدولية نبدأها من الصحافة الفرنسية، حيث تناولت صحيفة ليبراسيون الفرنسية تعيين البريطاني مارتن جريفيث مبعوثاً جديداً للأمم المتحدة إلى اليمن. وقالت الصحيفة: وافق مجلس الأمن الدولي يوم الخميس على تعيين مارتن جريفيث البريطاني مبعوثاً خاصاً للأمم المتحدة لليمن، وهو الوسيط الثالث المسؤول عن النزاع خلال 7 سنوات. وتورد الصحيفة في ترجمة خاصة بقناة بلقيس ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن المبعوث الجديد باعتباره يتمتع بخبرة واسعة في حل النزاعات والتفاوض والوساطة والشؤون الإنسانية. ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يحتاج 22,200,000 يمني، أي ما يعادل 76 من السكان، إلى مساعدة، و8,400,000 شخص يواجهون الجوع، وقد لقي أكثر من 2,200 شخص حتفهم بسبب وباء الكوليرا الذي ضرب البلاد. الشرطة الهندية تعتقل امرأة انتحلت صفة رجل للحصول على مهر الزواج. عنوان في صحيفة الأنباء الكويتية قالت في تفاصيله أنه ألقي القبض على كريشنا سين في إقليم أوتاراخاند شمالي البلاد لأنها طلبت المهر، وهو أمر ممنوع في الهند. وبحسب الصحيفة إن التحقيقات والفحوص الطبية بيّنت أن كريشنا امرأة وليست رجلا كما كانت تدعي، ويعتقد أنها تبلغ من العمر 26 عاما وتعرف باسم سويتي. وانفصلت سين عن زوجتها الأولى بعد الزواج بفترة قصيرة وتزوجت امرأة أخرى في إبريل، وكان أهل الزوجة الأولى تقدموا بشكوى يتهمون فيها سين بمضايقة ابنتهم وبسبب المهر، ويقولون أيضا أنها اقترضت منهم 850,000 روبية بهدف تمويل مشروع تجاري ولم تسدد ما عليها من ديون. وقالت سين للشرطة إنها كانت دائما ترغب في أن تكون رجلا وتعيش حياة رجل، ولا يعرف ما إذا كانت عائلتها تعلم أو على علم بما تفعل، ولم تتفطن أي من الزوجتين إلى حيلة سين. وأضافت تحقيقات الشرطة إلى أن أغلب أصدقاء سين كانوا رجالا، كما كانت تتحدث بصوت رجالي أو رجولي، وكانت تسوق دراجة نارية مع الرجال لتبعد الشبهة عنها، وكانت حسب الشرطة تمشي مشية رجل واثق من نفسه تماما.
ومن أكثر الأخبار المنوعة اطلاعا ما جاء في موقع شبكة البي بي سي، اعتقالات في زيمبابوي بسبب شهادة دكتوراه مزورة لزوجة الرئيس. قالت البي بي سي إن السلطات اعتقلت نائب رئيس جامعة زيمبابوي على خلفية منح شهادة دكتوراه لغريس موغافي زوجة الرئيس السابق، واعتقل ليفي نياغورا بتهمة إساءة استخدام المنصب. وكانت السيدة موغافي قد حصلت على درجة الدكتوراه عقب التحاقها بالجامعة عام 2014، بالرغم من أن ذلك يتطلب سنوات في العادة. وقد جرى تحقيق بالموضوع بعد أن قدم موظفون في الجامعة شكوى. وقال أعضاء الهيئة التدريسية في قسم علم الاجتماع في الجامعة إنهم لم يروا أدلة على استحقاقها للشهادة ودعوا للتحقيق وإلغاء الشهادة، وقد شكوا في مصداقيتها لأن الأطروحة الخاصة بالسيدة موغافي لم تنشر كما هي العادة إلا بعد مرور 4 سنوات على حصولها على الشهادة. وتسلمت غريس موغافي الشهادة من زوجها روبرت موغافي الذي كان رئيس الجامعة في حينه، وقد خلع موغافي في شهر نوفمبر الماضي بعد أن قضى في الحكم 37 عاما وسط تكهنات بأن زوجته ستخلفه. للحياة وجوه كثيرة، وما بين ابتسامتها وعنفوانها مسافة قصيرة قد لا نراها، لكن مصوري الجارديان يلتقطون الأوجه المختلفة للعالم وتنشرها الصحيفة لإظهار مدى التباعد والتقارب بين مصائر الناس. نتابعها في جولتنا المصورة لهذا اليوم. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.